وينضم إلينا الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. يعني دكتور، بعد التحية بنتحدث عن الطفرة التي حققتها الدولة بعد ثورة 30 من يونيو في مجال الأمن الغذائي، تأثير ذلك على تحقيق الاستقرار فضلا عن القيمة المضافة للاقتصاد المصري؟ في حقيقة الأمر يعني طفرة كبيرة حققتها الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية تحديدا، ويأتي ذلك من خلال عملية متابعة دؤوبة من القيادة السياسية في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة في مصر 2030. وتعتمد التنمية الزراعية على محورين رئيسيين، أولهما محور التوسع الأفقي، حيث لا تخطئ العين المتابعة مشروعات التوسع الأفقي في المشروعات القومية الزراعية الكبرى، مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، في إطار مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، تشكى الخير 1 مليون فدان، استزراع واستصلاح شمال ووسط سيناء الحبيبة 500 ألف فدان، شرق العوينات، عين دلة، ومناطق أخرى كثيرة. كل تلك المناطق وتنمية تلك المناطق أدت بشكل كبير إلى إضافة مئات الآلاف من الأردنة من مثلا محصول القمح، المحصول الاستراتيجي الأول في مصر الذي تم تطويره إنتاجا وتسويقا، وصوامع على سبيل المثال كانت طاقة الصوامع في مصر عام 2014 فقط 1.3 مليون طن، الآن نصل إلى 3.5 مليون طن، ومن المسمع أن تصل إلى 5 مليون طن. المحور الثاني بالإضافة للتوسع الأفقي هو محور التوسع الرأسي من خلال زيادة الإنتاجية بشكل كبير من خلال دور المراكز البحثية، ويأتي بمقدمتها مركز البحوث الزراعية، أكبر شرح علمي زراعي تطبيقي في الشرق الأوسط، بتطوير أصناف عالية الإنتاجية بشكل كبير، قليلة المكث في التربة، قليلة استهلاك الموارد المائية التي هي محدد رئيسي في هذا السياق، وفي نفس الوقت متحملة للإجهاد البيئي وأهمه التغيرات المناخية التي أصبحت دراماتيكية بشكل كبير. ليس ذلك فقط، وإنما مشروعات ضخمة للإنتاج الحيواني تعمل على الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل كبير، منها مشروع البتيلو 8.5 مليار جنيه وبفائدة لا تتجاوز 5%، واستفاد منه 41 ألف مستفيد و460 ألف رأس من الماشية. فضلا عما أشرتم إليه في تقريركم من العمل على الحفاظ على دخل المزارع من خلال إعلان أسعار ضمان، منها سعر ضمان للقمح بدأ ب 1600 جنيه للأرداب وانتهى ب 2000 جنيه للأرداب لتشجيع المزارعين على التوريد، مما ساعد على تلك العملية بشكل كبير لذلك المحصول الاستراتيجي. نعم، وضحت الصورة الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، شكرا جزيلا لحضرتك.